رعى سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بحضور سعادة الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان السفير الإماراتي لدى مملكة البحرين الحفل الختامي الذي أقامته وزارة التربية والتعليم لتكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية لمسابقة تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة. مسابقة ثقافية تربوية أبدعت في تحفيز ألباب هؤلاء الناشئة للخوض في تجربة القراءة وجعلها نهج حياة وعلما لا ينفد بحره يروي فكرهم بماء حروفه المتناغمة. فقد اختتمت مسابقة تحدي القراءة العربي 2019 في دورتها الرابعة تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البحرين الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان لتكريم الطلبة الفائزين والمتميزين في التصفيات المحلية للمسابقة. وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي أشاد بمشروع تحدي القراءة العربي الذي جاء بمبادرة كريمة ومتميزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي حققت نجاحا كبيرا في تشجيع الملايين من الأطفال والشباب العرب على القراءة والنهل من مصادر المعرفة المتنوعة. هذه الفعالية تجسد في أوضح صورة وأقوى برهان على العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. إن توجيهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه تؤكد دائما على إشراك أبنائنا الطلبة في كل الفعاليات والأنشطة التي تساهم في الارتقاء بقدراتهم وأيضا ترتقي بمخرجات التعليم في مملكة البحرين. كما أكد وزير التربية والتعليم على الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الوزارة لتشجيع القراءة والاطلاع والبحث، ومن ضمنها البدء خلال العام الدراسي الجاري في تخصيص حصص يومية للقراءة في مختلف المراحل الدراسية، فضلا عن توفير مركز مصادر تعلم في كل مدرسة. طبعا بخصوص المنافسات في دبي او هي المنافسات النهائيه اللي تكون في دبي، هي منافسه تجمع اكثر من 20 طالب عربي خاضوا المنافسات النهائيه في دولهم، ومن ثم ينتقلون الى المنافسه الاخيره والحاسمه في اماره دبي اللي ان شاء الله بتكون مباشره على مسرح دار الاوبرا وامام لجنه التحكيم والمشاهدين والحضور ايضا. وزارة التربية والتعليم حثت المدارس الخاصة والحكومية على المشاركة في هذه المسابقة، والتي أسهمت في ارتفاع عدد المشاركين من حوالي 18 ألف طالب وطالبة في الدورة الأولى إلى حوالي 94 ألف طالبة وطالبة في الدورة الرابعة، بينهم 88 من ذوي الهمم نجح منهم 5651 في تحقيق هدف المسابقة. طبعا احنا سجلنا تاريخ طويل في الاربع سنوات في تحدي القراءة، من دورته الاولى فازت الطالبة ولاء البقالي كانت بطلة البحرين، والمركز الثالث على الوطن العربي، وحققنا مراكز في الدورة الثالثة طالبة مريم النشيط بالمركز الخامس، والسنة بعد سجلنا المركز السادس بالطالبة زينب محمد سلمان. شاركت في تحدي القراءة عاما بعد عاما بعد عام، وفي كل مرة ازداد اصرارا لاصل الى القمة، وها انا الان بفضل من الله وبدعم من اسرتي ومدرستي استطعت ان اصل الى هذه المرحلة. مسابقة تحدي القراءة العربي كشفت عددا كبيرا من الطلبة البحرينيين المتميزين، وتبشر بمستقبل مزدهر للمملكة من خلال جيل يحب القراءة ويتخذ من المعرفة أرضية صلبة لتحقيق المنجزات الوطنية. دفعة جديدة من مسابقات تحدي القراءة بثت العلم والمعرفة، وفتحت المجال لأصحابها لشقهم طرق التميز، فتكرموا اليوم على جهودهم التي بذلوها. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.